اخر لقاءاتنا رح تكون طبيه مع دكتور وليد ابو الدهن، اختصاصي عمود فقري. اهلا وسهلا فيك. بونجور بلانش. كيف صحتك بالاول؟ منيحه على صحتي. اهم شيء دائما وقت يكون العمود الفقري مرتاح بكون الجسم كله 100% بصحه جيده. اليوم رح نتناول موضوع الكتف، كيف بينخلع عند الاطفال عن قصد او عن غير قصد، او صح. مين ممكن يسبب هيدا الشيء؟ بسياق حديثنا اكيد رح يقطع صور. شو عنوان خلع يعني شو العنوان العريض اللي بنعطيه لخلع الكتف؟ اوكي، نحكي اليوم عن خلع الكتف عند الاطفال. نعم. نحن بنعرف الاولاد بفترة النمو بعدوا عم ينمو كعظم وكاوتار وككل شيء يعني بجسمهم. الاهل من محبتهم من غنجهم بيحملوا الولد بيشيلوه بايديه او بيشيلوه بسرعه بايدهم، يعني بيحملوه بايده، او اذا ليه ما بتلبس ابنها بالاخص اللي بعده البيبي نيوبورن بتفوت له ايده بالكم وبتشد له اياها. هودي حركات احيانا بتؤدي لخلع الكتف. لانه الكتف هو عباره عن ثلاث عظمات، في عظمه الترقوات سيركل وعظمه الزنت وعظمه اللوح اللي هو اللي ورا بسميها رفش او أوكي. او سكابيلا. هودي ثلاث عظمات هن مجموعين بمفصل، والمفصل كله ربطه اربطه كامشون بعضهم. نعم. بل الكتف بيحرك بكذا وضعيه 360 درجه فيها نقول. فاحيانا بنشيل الولد نحله بايده وحده او ام البيب مرشح الصبي بالاثنين او نمسكهم ونمروا فيها عم نلعب الولد، بس بهيدي المفاصل منا بالضبط. تخيل هالولد لك ايديه لفوق بعكس، لكن تطلع على حركه على الفوم تبع ايديه عند الكتف غلط، صاروا ورا يعني صار كتفه ورا، صار كتفه برم كله لورا الكتف. اوكي، سو هيدي اكيد تأدي له لخلع بالكتف. هو شو سبب الوزن ولا التنشن الاهلي؟ التنشن مثلا هيك مثلا في هاي الحركه اللي بتمسك الولد يصير يمو فيها هيك. اوكي، هلا هي وزن الجسم على المفاصل اللي بعدها منا ريدي لتحمل هيك فورس. أوكي. بيطلع الكتف من محله يعني. طيب الفورس بتجيبها من قوه العضل يعني، بعدين بينمى العضل ببطل عندي هيك. بعدين بينمى العضل وبيقوا الاوتار وبيشدوا الاوتار بعدهم رخوين. اوكي هلا كمان مش بس الكتف بيطلع، يعني بالكوع هون بالزند تفلت عظمه كمان، هي العظمه عندك عند تانو بيطلع بيفتل الورك الكوع وبيطلع، يعني في كثير لها اضرار من الكوع من الكتف للكوع لحتى الرسخ كلهم هول بيتاثروا. يعني هول حركات ممنوعه؟ اكيد ممنوع، لانه احيانا نمسك الولد نرفع بيد وحده، يعني هيدي هذا الكتف ابدا منه مهيئ او ديزاين لتشيلي فيه الوزن كله. طب اوقات الاطفال بيعملوا هالحركات بس بيكونوا على بار، يعني بتشنجحوا او بتشنجلوا. ايه مزبوط، بس الولد اي ولد بيمسك الجسم بيكون ماسك مش معقول يمسك بيد وحده او يعمل حركه غلط. كيف هلا بتصير احيانا، بس انه هي الحركه العنيفه او حركه الوزن للولد اللي ممكن توصل على هذه الشغله. ضمن الاسباب ممكن عند الولاده كمان باخراج الولد من بطن الام يصير في عندي هذا المشكل. 100% هذه كثير بتصير وعند الولاده، لانه الولد احيانا بيكون في ولاده عسيره شوي صعبه بيضطروا وهذه حتى يخففوا خطر على الولد الاختناق انه يخلعوا له كتفه. بس الطبيب بيضطر يعمل هالشيء ليقدر يسحب الولد، بيدشوا الكتف او بيجروا يرموا الكتف بطريقه معينه حتى يسحبوا الولد مشان ما يختل الولد. يعني عندهم خطرين، يا بشوف ينقوا لهون حتى اوكي، واحيانا بينكسر في كسر اوكي، بيرجعوا بيجبروه للطفل اربع اسابيع خمسه اسابيع بيرجع بيتجبر. سو بتصير هيدي خلال في ولاده، واحيانا بيعملوها اون بيربوز يعني عن قصد، مش عن قصد يعني مضطرين يعملوها ليصير الحفاظ على حياته. هلا بالنسبه لهذا الموضوع الولاده بلانش، اليوم ما بننبه انه او كثير دراسات بتقول انه النساء الطوال عندهم خطر اكثر بهالشيء. ليش؟ عندهم الحوض ضيق. اوكي الحوامل اللي عندهم مرض السكري كمان لما بصير عندهم الولاده وبدل ما الاوتار تتمدد اوكي بكون عندهم كمان ضعف بالتمدد، بصير عنده نفس الشيء. نعم، فهذا بشكل خطر على الولاده، يا بقى تروح بالزبط. قيصريه ساعة الحكيم وبيقرر يعني، بس يعني عاده النساء الطويلات واللي عندهم سكري عندهم ريسك اكثر انه يصير في خلع الكتف عند الولد. هي الدراسه هون نوتس كثير مهمه انه اللي عم يسمعونا يكونوا متنبهين بالضبط، كمل هالشغله وكانوا فين يحكوا مع الجينولوج تبعهم مشان عمليه الولاده اذا رح يصير عنده مشاكل ويكونوا مهيئين. صحيح السيزريان.
طب بهيدا يعني الطفل اللي عمره ساعات دغري بيرد الكتف محله بيقعد اكيد الحكيم بيرجعه لمحله وبتحمي يعني بتثبت اذا في كسر بتجبر بس هودي بتصير يعني الحكيم المختص هو عند الولاده هو بيقرر شيء بالعمر اللي هون عم نشوفها اذا بالصوره بالضبط هيدي عند بنحكي مش بس الكتف بدنا ننزل شوي على على الكوع أوكي. شوفي كيف الشد من ميل وحده بيخلي العظم الثاني بالارم هون حتى وحده بعد عن الثانيه بالتالي مطرح شيء بالاحمر احيانا تفلت هي العظمه اوكي لشد فيها وهذا شو بصير بالغضروف بهالحاله؟ بده يتاذى الغضروف بده يصير بده ترجع العظم محله بده علاج بده علاج طبعا بده علاج اليوم الولد بيبكي احيانا انتبه الاولاد بس يصير عندهم وخلع ما بيعبروا دغري يمكن بعد شوي او اذا مسكتيه على كتفه لان وجع الولد او اذا عمل حركه بيصرخ عرفتي كيف؟ لكن كيف هيدي كيف طلعت الصوره شو اصابع؟ لا الكتف لا الايد بالكوع هيدي هي بالكوع اوكي هي. يعني نحن بنحكي عن خلع الكتف بس كمان الكوع بيتاثر لانه هي النتعه من الايد بتفلت مش الكتف تاثرت باليد طب كنت عم تقول الانديس الولد بيعطيه وجع يعني بحس حاله ولا لا؟ بلا بس هي ما بحس بالوجع الا اذا دقيتي فيه ما هون الام بتلاحظ انه ابنها او بنتها ما عاد تحرك كتفها مثل الاول او في حمار او في صريخ او في وجع دقت فيه كرمال هيك ساعتها بيعرفوا بس يمكن تروح ايام بدون ما يعرفوا والعلاج شو بيكون؟ حسب الحكيم الحكيم المختص هو بيقرر شو العلاج حسب شو نوع الخلع قد ايه الدمج عامله قد ايه اذا في كسر في بس احيانا بترجعوه محله ما بتثبت لفتره ان شاء الله تمنى صعبه طبيا بس ما نكون مضطرين كاهل توصلوا لكل هون واللي بينخلع على الولد كتفه مره ممكن يرجع ينخلع اكزاكتلي لانه بنلاحظ كثير ناس كبار بسهوله بيخلع كتفهم لانه هالالاستي تبع الاوتار التندون والليجمنت بتصير خطريه مثل حيلا مغيطه يعني اذا ضلينا نشتغل فيها بدها تطرى لحالها خلينا نقول للمشاهدين فيه يتواصلوا مع دكتور وليد ابو دهن على 01491703 طبعا الموضوع خلع الكتف عند الطفل وانما هيدا الشيء ما بيمنع انه انسان كبير رجل مسن ممكن بس هو عم يبرم بالفراش او نحن عم نشقله لنساعده بالتنظيف وغيره يصير عندي هيدا المشكله مزبوط هي بتصير كمان مع الناس اللي بيستعملوا ايدهم كثير هالموفمنت اوكي بصير عندهم شوي استعداد اكثر بتصير الناس بيلعبوا فوتبول او رياضه بيضرب كتفهم ببعضهم اوكي بيطلع كتف محله او بيصير وقعه او حادث سياره اوكي هيدي الحوادث الرياضيه اكثر شيء بتسببها بنشوفها كثير بالافلام اللي هي شوي اوفر اوكي بيعمل له كتف هيك وبيضرب الحيط بيرجعه وهي لا اكيد هي مش هالقد الميكانيك مش لهالدرجه كيف بيرجع الكتف محله في 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 لها تكنيك معين عند الحكيم بيرفع له ايده للمريض وبكتفه بيرجعه محله بسهوله او احيانا بيعطوا بنش حتى يخففوا الوجع واحيانا يكون في تدخل جراحي اوكي بالحالات البسيطه اذا بدي فوت شوي بالتكنيك يعني نحن عم شفنا الاربطه وكيف يعني مثل انا بسميها مثل الستار وقت ما بكون عم نفتح الستار عندي هيدي القطعه صح مزبوط. موجوده صح. هون شو اسمها؟ يعني العضو البون يلي يعني موجود هلا عندك ثلاث عندك عظمه الزند وعندك هذا الكليفيكول وعندك السكابولا اللي وراه اوكي شو اللي بتروح لنردها محلها؟ هي العظمه الكتف ايه بتطلع لبرا هلا حسب كيف طالعه ما في انه بس تكنيك واحد يعني حسب اي اتجاه طالع شمال يمين اكثر المرات بتصير هي انه بتطلع لفوق بتصير تطلع أوكي. هيك لبرا هلا بتدخل جراحي عندنا عن العظمه اللي هون تركوا فيها لها هيك مثل عظمه بارزه شوي لقدام ايه؟ بالحالات الكثير ادفانس بتضل تطلع ما لها حال بقصوا هيدا العظمه بلزوها بحطوها تحت بصير تهدي للراس الزند ما يطلع اوكي ايه. بس حسب الحاله ما في يعني تكنيك واحد للكل بالنتيجة يعني لازم نشوف حكيم وبالنتيجة كمان انه هالكتف هو لو انه نحن بنشتغل بايدينا ومعودين نحركهم شكله كثير عرضة انه يفك أكيد. من محله اكيد كثير عرضة حتى مثل حكينا الكتف وحتى الكوع لانه المفاصل هي عظم موصولين ببعضهم مركبين بطريقه ميكانيكيه معينه وفيها الاربطه مجيتهم ببعضهم نعم شو اللي بخليني اقوي انا هيدا المفصل؟ الرياضة أكيد دون شك الرياضة كتير مهمة نقوي عضلات الرياضة والحركة والحركة الدائمة كمان نحن إذا الكتف بنستعمله بشكل دائم أو أي مفصل هذا التندون والليجمنت الأربطة هي اللي كمشته ما رح تكون عندها
ليوني مثل ما هيك، عند اي حركه فجائيه راح يصير في امباكت، راح يمكن تاثر على الوضع. سو كثير مهم نحن نعمل رياضه بشكل دائم، نحرك المفاصل، نحس نعرف اذا عندنا مشكله بجسم بكتفنا او بالالاينمنت بالتقويم تبع الجسم، كمان هذه مهمه. اذا واحد عنده كتف اعلى من كتف، اوكي بكون في عندك شد عضله اكثر من ميل، هذا بوصل وكمان له علاج. سو في كثير امور لازم ناخذها بعين الاعتبار انه نحن كيف نتعامل مع جسمنا، لانه بلانش نحن اليوم جسمنا هو شو كيف تعاملي معه، كيف هو يعمل لي كومبنسيشن بعدين، يعني كيف هو بكفيكي. كمان هيك كثير مهم نحن نستثمر بهذا الجسم، لانه هذا الجسم بده يهدينا كل العمر. الرقبة وفقرات الرقبة لها علاقة مباشرة بإداء الكتف؟ هلا أحيانا خاصة عند الأطفال إذا كان النتعة قوية معقول تأثر على الأوتار، على الأعصاب اللي طالعة من الرقبة. أوكي طالعة من الرقبة وينزلوا بالإيد. أوكي وأحيانا يمكن الكوس يعملوا دمج للعصب، يمكن يصير في مزق أو نتع، وبيصير عندنا شيء اسمه شلل اليد. أوكي سو كثير مهم إنه هذه الامور ناخذها بعين الاعتبار وننتبه لها ونتوقع انه تصير معنا. هلا اكيد الرقبه في عندك عندك اعصاب تنزل اللي هن ثلاث اعصاب اللي بيهزوا الايد وبيوصل الايد بالدماغ، او كمان بيروح بالكتف. اوكي سو كله موصول ببعضه. بلانش الجسم الانسان ما بس الكتف لحال، اليوم مثل القميص بتشدي من ميل بيجي بده يتحرك من جهتين. كمان هيك انا مثلا بعالج لما نعالج اي مريض على طول بنشتغل على كل الجسم، مش بس على الكتف او الرقبه او الظهر، لازم على طول نعالج الجسم ككل. كمان سؤال هون او است، يعني اذا بدك تعطي ارشاد للناس شو افضل طريقه ينمسك فيها البيبي عند غيار الكوش عند الحمام، لانه احيانا شيء هن ايدي بالضبط بضلك تقلبه. هلا هيدي الحركه بالايدتين غلط. اوكي حتى بالاجر تبعها في منه بتشوفيه حلو باجره كمان بيخلع الورك. صح اوكي صح. لانه بعده ما اكتمل. سو اهم شيء انه يحلوا الولد بطريقه مضبوطه، يعني يمكن من العضل او من تحت الباط. اوكي يحلوا الولد مثل ما بينحمل الولد طبيعيا، يعني اليوم كيف يحلوا الولد طبيعي؟ من تحت الباط، مش بايد وحده او باجره او بالاثنين سوا. امتين ببطل فيها علاج؟ يعني تكرار خلع الكتف حسب الحالات، حسب الحالات بطل في علاج. موصل لمرحله كثير صار في الرخاوي قويه بالاوتار بطل في يمكن شو هذا ساعتها بتصير تدخل جراحي. رح يكون معنا اتصال. الو بونجور. بونجور صباح الخير، تفضلي. ليز عندي وجع بكتفي، بدي اسال الحكيم. ايه تفضلي دكتور، معك تفضلي مدام. الو ايه تفضلي. انا عملت وجع بكتفي، عملت الابره، عملوا لي كورتيزون مرتين على الكتف. هلا من فتره كمان رجعت الوجع لي لانه كورتيزون. الو نعم. ايه شو السؤال مدام؟ هلا وجع قوي، كنت موجوعه قوي، مرتين صار وجع قوي، عملوا لي ابره الكورتيزون بالعدم، هلا من فتره رجعت وجع. نعم شكرا لاتصالك. اكيد بدها تسال شو الحل، يعني اليوم وقت نحط كورتيزون المفروض ضاين 6 أشهر يمكن. اول ابره بتضاين بين اليوم والست اشهر، ثاني ل 3 أشهر بعدين ويا ريت حل. مش حل. يا ريت لو قلنا حل اوكي. نعم. لانه اكثر من 3 أبر ما فيك تاخذي، عند كثير دمج بالاخص بالترقل العظم. بدنا على طول بلانش نشوف كيف نعالج المشكله جذريا، مش نسكت الوجع. اوكي هلا الكتف ما بعرف مدام بالضبط شو عندها، يمكن يكون عندها تكلس، يكون عندها خلع بالكتف، يكون عندها مشكله برقبتها بتاثر على الكتف، يمكن عندها مشكله بالورك. اذا سلمنا جدلا انه التشخيص هو ارتروز وانعملت كمسكن، لانه بنعرف من بعدها بروح ابره زيت، ومن بعد ابره الزيت بنروح على تدخل جراحي. يعني كلهم كل نفس العالم البروتوكول. نفس العالم. شو بتعمل هي اذا ما بدها تروح بهيدي الطريق ولا ما في مجال غير؟ لا في كثير اكيد في العلاج. إذا بتحب تصفي تحت الهواء حتى بنشوف شو حالتها ونعطيها النصائح وين تعالج عندنا أو عند غيرها. أوكي. أكيد في علاج أكيد، بس اللي بقوله بلانش اليوم الكورتيزون انتبه في حالات بتمضى معه بإبرة وحدة بيكون في التهاب بالمفصل بيروح التهاب لأنه الكورتيزون بيشيل التهاب، بس نعمل إبرة واثنين وثلاثة ما لقينا الحل. مش بس ما لقينا، زدنا المشكلة، زدنا السايد افكت على الجسم صار كثير قويه. وعدا عن هيك ما عدنا بفتره سنه بين اول وثالث ابره نحن عم نشتغل عم ناذي للكتف بدون ما نحس، لانه مبنج الكتف فنحن عم نزيد السوق. بالضبط. اليوم الوجع شو الوجع؟
وجعوا رسالة كثير مهمة لازم نسمعها ونحترمها، مش نسكتها، ناخذ دواء مسكن. لازم ناخذ نشوف ليه موجوعين. اوكي عم يجعنا راسنا مرة مرقت، اوكي بس عم يجعنا اكثر مرة في مشكلة بدنا نعالجها، عم يجعنا الظهر نفس الشيء، عم يجعنا كتفنا لازم نشوف ليه وين المشكلة، مش نسكت الوجع. ما هو اسمه بين كيلر، يعني اسمه جاي مصنف بين كيلر، مسكن للوجع، بقى منه حل. في شيء كثير مهم قلته ما بدي هيك قطع الحلقة بلا ما اسأل عنه، قلت لي اوقات الوجع بالكتف بيكون انديس للورك. شو ال على طول الكتف اليمين وورك الشمال، كتف الشمال وكمان الجسم بيعمل كومبنسيشن. اوكي ناخذها اكس. اوكي اليوم اذا لونش اليوم تكوين الجسم، اوكي تكوين الجسم بالخاصة بنحكي عن الماسكولو سيستم، ماسكولو سكريت الخاص يخص بالعظم والعضل. اليوم بعطيك مثل، نحن كنا نتعلم بالجامعة أول درس علمونا إياه نحط الستيك تبع الآيس كريم خشبة بتتم بين السنين ونقيس من هون على الأرض ومن هون على الأرض. لا شوف نحن قديش من الجهتين. إيه بس هيد مش فاهم هيك، إذا عندك مشكلة بالحنك معناتها عندك مشكلة بظهرك. أوكي إذا عندك مشكلة بظهرك معناتها عندك مشكلة برقبتك، سو كله كونكتد. أوكي إذا بتحط إيدك على رقبتك هلا هون وتفتح تمك وتسكر بتحسي حركات تحجج العظم، وهذا نفس الشيء سو كله مع بعضه، ويجي كروس كتف الشمال مع كتف اليمين. اذا يعني اليوم سالي الصبايا اللي بيكون حاملين ساكت هي على كتف اليمين على طول بيرفع كتفهم هيك عنده مشكله كتف الشمال بيورك الشمال. والشباب بحط البورتفوليو هلا صارت فاضيه. قبل كنت تبقى مليانه. لا على اللبناني. على اللبناني كمان. بدي اقول للمشاهدين فيهم يتواصلوا معنا على 01491703، بعدنا عم نتناول موضوع الكتف ومتفرع يعني هيدا الموضوع. وقتها بيزورك شخص عم بطقطق كتفه، شو بترشح اول شيء قبل ما تشخص مظبوط من بعد ما تكون عملت فحص السريري؟ هلا طقطقه الكتف او المفاصل بتكون هي عاده عن شيء اسمه عدم تقويم، يعني عظمه الكتف للزنت اللي ركبه بالجزء تبع الكتف منا مرتاحه يعني بالحركه تبعها. في عده اسباب، ينجح يكون في تكلس محل معين، يكون في مشكله بالعضلات مش بالفصل. يوم في شيء يسميه فوليك لاكتيد اسيد، لاكتيد اسيد هو ماده بتفرزها الجسم بالعضلات لما نحن نحط جسمنا تحت ستريس فيزيكال. يعني اليوم بتحسي هيك واحد بيقول لك في عقده هون بتفكر بتنوجع، يعني هي هذا لاكتيد اسيد الجسم بيفرزه وقت تكون عم نعمل فيزيكال اكتيفيتي قويه وما بنطلعها من الجسم. هذا الليكويد اللي هو اللزج كثير بيفوت على الفايبر تبع العضلات وبيعمل شيء مثل الكريستال. اوكي رح نكمل بالموضوع بس رح ياخذ اتصال. الو بونجور. بونجور تفضل. فيني اسال الحكيم التقليدي؟ اكيد دكتور عاصم تفضل. بونجور. بونجور تفضل سيدي. انا عمري 75 سنه. نعم. وقعت من الشجره له شيء مترين ثلاثه. فت على المستشفى. نعم. وعملوا لي صورة وهيدا هلا بالشهر الثاني حسنت 90%. شو اللي تضرر الكتف عم بتقول ولا كل الجسم؟ بالتمزق شيء بالعمود الفقري بس مثل زر من التمزق بالداخل وتحت الكتف هلا بحس بمشي وكل شيء بس ما فيني احمل اي شيء. بدي اذا زرت الحكيم شو بدي اقول له يعمل لي معي السي دي وهيدا. اوكي شكرا لاتصالك وسلامه قلبك. قلب عن العلو مترين يمكن وما فوق، تضرر اكيد العمود الفقري وصار في تمزق، يمكن صار في شيء ارني ديسكال عم يحكي، وفي تمزق بالكتف. على الادويه مرتاح صار له شهرين بس هلا بطل مرتاح، شو بيعمل؟ عم يسال كيف في مرق لك السي دي تبع السوق. اكيد العلاج دواء مسكن، دواء كان بيشيل الالتهاب، اكيد بيكون في التهاب بالمنطقه المصابه الاجري، راح الوجع من الالتهاب بس المشكله الميكانيكيه بعدها موجوده. اوكي مجرد ما يوقف الدواء بده يرجع المشكله، اكيد بتتعالج حسب المشكله اللي عنده، بنشوف شو الكيس تبعه. بلونش كل حاله شكل أطبع. بس اليوم بدي لك شغله، كل المشاكل هيدي بتنحل، يعني كل شيء خاصه بالديسك، كل شيء خاصه بالتوعم الفقري، كل شيء خاصه بالمايجرين، كل شيء خاصه عدم توازن العضلات، كله بتعالج لأن نحن قادرين اليوم نعالج هذه المشاكل كلها بعلاج كثير آمن. نعم. بدون دواء،
بدون جراحه، بدون مانيبيليشن، ما في طاقه او شد، نحن بنشتغل لنرجع الجسم لطبيعته حتى يرجع يشتغل بطريقه سليمه. للناس اللي ما بتعرف شو هي هيدي الطريقه، فيك ترجع توضح لنا شو هي؟ اوكي، هو العلاج عباره عن تحفيز الجهاز العصبي. أوكي. حتى نرجع نبرمج عضلات الجسم، وهذا العلاج بيكون بدون اي اجهزه، بالهاندسون بالايدين على المريض، بنعالج بس ضغط بسيط على نقاط معينه بالجهاز العصبي حتى تبعت سيجنال للدماغ، الدماغ بيبعث امر للعضلات، العضلات بيعملوا الكوركشن. اوكي، يعني عم ساعد جسمك ليصلح حاله. بالتقويم العظام يعني الاوستيوبات بيقولوا انه العضل بيعطيني انديس وجع وقت يكون العظم فيه يعني زاح من محل. بالعلاج اللي انت بتعمله نفس الشيء، بس نحن ما بنستعمل مانيبيليشن، ما في طاقه. نحن بنركز انه الجسم عنده القدره يرجع كل شيء محله. ايه؟ اوكي، لانه العلاج بيشتغل مبدا انه نحن كل البروسيس بيكون تحت سيطره دماغ المريض. مش شيء من برا عم يجبره ليرجع لمحله او بشد فيه، لا، هو الدماغ بيحدد كيف وليش وايمتى يرجع العضو محله بدون اي judgment. نعم، عبر التحفيز مثل ما كنت عم بالضبط. فكمان المتصل فيه ياخذ رقم دكتور ابو دهن تحت الهواء، هيك كمان فيك تشرف على الحاله، وكثير حلو وقت يكون واحد هيك امام طبيب بيعطيه هيدا الامل. يعني مثل ما قلت الكورتيزون مش دائما هيك المتارب منيح، الانتي انفلاماتوار كمان على وقت طويل مش منيح، بدنا عليه فعال. اكيد هذا يعني. في احيان لازم ناخذ انتي انفلاماتوار، في احيان لازم ناخذ دواء. نعم. اوكي، بس نحن اذا الدواء اخذناه على فتره وقفنا رجع الوجع معناتها ما نفعنا. نعم. في شي طريقه ننام فيها عم نحكي بعد عمر كبير لما يفك الكتف؟ تسمع اوقات رجل مسن فك كتفه هو نايم، نسمع هالشغله. هلا هو منه ما بتصير من النوم، بتكون عنده مهيئ لما نام حط وزنه على الكتف. زين. اوكي، بقى كمل هيك، اذا هذا الشخص اكيد عنده وجع كتف قبل ما ينام. اوكي، لازم يعني اليوم مثل ما حكينا لما الوجع ببعث لك مساج انه في مشكله حلوها، اسمعوا لها شوف شو هي. اما توصل مرحله بيقول لك جسمك صار لي انا سنتين ثلاثه اربعه بيقول لك موجوع تقولي لي سكوت هالدواء. عرفتي كيف؟ بصير الانسان يتعود على وجعه وبطل يعمل ولا خطوه لقدام. بالضبط، حتى الدماغ بطل يستقبل اشارات الوجع لانه خلص صار بالنسبه له صار شيء يومي. طيب كيف بتعرف انه هذا الوجع نابع من الكتف مش وجع نابع من الرقبه مش وجع اخر؟ يعني شو هو واحد بيعرف انه لا لانه لوكال الوجع يعني عندي كمان هيدي حسب هيدي الحكيم اكثر شيء بحددها. حسب العوارض، حسب السيمبتومز وين عم نوجع. مثلا اذا بتسي عنده تنميل بعصبية ايديه، معناتها جاي شغل عصب جاي من الرقبه، اذا ما عنده بحركة ويوجع، كل هالامور بتحدد حسب حسب الكيان. نعم. وقتها بيكون عندي امبالانس بالمستوى الكتفين، كمان بتلجأوا لشو؟ لخلع الكتف ولا لا؟ اكيد لا، ولا للتقويم؟ كيف للتقويم اللي حكينا عنه؟ نفسه، لانه اليوم اذا عندنا مشكله بالكتف يكون جاي من الورك، يكون عندك الورك اعلى من الميل. اوكي بعد حتى كومبنسيشن عندي اليمين شمال اعلى بحلك في اليمين، انا مشان اعمل كومبنسيشن كمان. قلت لك في هالكروس بيناتهم. اوكي، او باللي بيجيني مريض باللي عندي اجر اطول من اجر، ما عندك اجر، عندك اجر اعلى طلع الورك طلعت، شو بيعملوا؟ حبيبي يحطوا لهم سمال تحته مشان يفكروا انه جلس صار يمشي مزبوط. بس بعد الورك هيك والكتف صار هيك، عرفتي كيف؟ بعكس بعضهم، سواء كل عضلات بيناتهم بتأثر. لأن عم نشتغل حتى نشيل السمال، رجع الورك لطبيعته، يصير عم يمشي الإنسان سيمتركلي بتوازن بمستوى نفس الشيء، ساعتها الكتف بحاله بيجلس. طب هيدي السيميليشن كم جلسة بدها؟ حسب، في يمكن جلسة يمكن 20، حسب كل جلسة مرة. ممكن في كثير ناس جلسة صح، وفي ناس كثير أخذت أكثر، حسب الكيس، حسب عمر المريض، حسب عمر المشكلة، وحسب هالمريض لما بيروح. إذا بيجيني مريض عنده مشكله برقبته وعنده هالطب اللي قدام هي اللي نحن بنجلسها وبيشتغل كل نهار على الكمبيوتر، اكيد رح ياخذ وقت اكثر لانه بخلص العلاج عندي رحت ثاني يوم اشتغل على الكمبيوتر. طبعا اكيد بيصح، بس بياخذ وقت اكثر من حدا ما عنده هيدي اللايف ستايل. ولا مره بتوصل حاله مريض بتقول لا خلص صار لازم تدخل جراحي؟ بلا اكيد بيجينا حالات معينه بكون هو تاخر ليجي لعندي. مش هو تاخر لونش، احيانا نحن نشتغل على عامل وقت. يوم اذا في ديسك ضاغط على العصب وصل له فتره طويله وصار في ضعف بالاجر لتسي وبطل في حركه قويه، بنخاف انه فتره العلاج يمكن تكون كذا جلسه تكون طويله، هيدي بتزيد بالمشكله اكثر. ليه؟ لانه بصير في وقت ما
صراحة الحكيم إذا طولنا على العصب مضغوط يصير في دمج. كمان نتفادى مشكلة الوقت يصير في دمج له. نعم. لازم تعمل عملية. بأي عمر إذا صح السؤال يعني بأي عمر الولد بياخد خلص الشيب الأساسي يعني؟ هلا الولاد بضلوا ينمو لسنة 18 ايه. أوكي بس أوقات بيقول لك مثلا إيه بيمشي شوي هيك بعد وركه ما أخذ محله، أمتين أي عمر بنقول لا هلا إذا في شيء اعوجاج لازم نلجأ للطبيب؟ ما في عمر معين ببلش من داي 1 ما بقول لك داي 1 لازم تكون كل عظامه جالسة لا ببلش التقويم أو ايه. اليوم الفيشة كثير الولد بيمشي غلط بيلبسوا الكوش بيفتحوا جراح ايه. يعني في كثير اشياء بتاثر على اوكي بس يشلح الكوش سليم يلبس البوت الطبيعي اوكي بطل يمشي حافي او بطل يمشي بطريقه غلط ساعتها بلش ياخذ الفورم تبع جسمه اوكي. بس هون كمان في خطوره بس بصير الولد بعمر 11 15 هذا البيبرتي لانه بيعمل هيدي اكثر شيء بين عندنا شيء اسمه سكوليوسيس اوكي التو اللي عم تفخري ايه. وهيدي بتيجي خمسة لواحد عند عند البنات اكثر من الشاب وهلا خطورتها اكثر لان كل شيء شغلهم ولا لا كل شيء شغلهم كيف بيعملوا شهاده المدرسه؟ يا عشان هلا ذكرت كيف بيقعدوا على التي في؟ ايه. كيف بيقعدوا على الكمبيوتر وعلى التليفون على التكست نكت؟ وقد ايه بيعملوا سبور مقارنه مع هيدي كلها؟ اكيد شهاده المدرسه اللي فيها 20 30 كيلو وزن كل ولد ماشي هيك شده يعني مش خلقيه ممكن تصير اكيز لانه ايه اكيد اليوم هيدي الموضوع حكينا بهبل بس تجي فيه شي 20 مره وكذا مره طلعنا بافكار نعمل مشاريع على صعيد وصعيد وطني توعي وطنيه ونزور مدارس اوكي انه عم بكبوا هالكتب بالورق جيبوا شي ايباد مليون صار كل التكنولوجي بيحمل الولد تابلت فيها كل الكتب تبعه بده يكون حمل 20 كيلو بكون حمل 200 جرام يعني هيدا نحن منضلنا ناشد ومنضلنا نحكي بالموضوع في مسؤولية لا في مسؤولية كبيرة يعني اليوم أولادنا وأولاد أولادنا عم بيخلقوا عنه تشوهات صاروا ايه طبعا طبعا ايه. هاي التشوهات ممكن تتعالج دكتور ولا كمان صعبة بتتعالج اليوم سكوليوس بنعالجه وهذا الطب بنعالجه بس كمان لما تصير تتكون البنية على جينات على هذا البوزيشن الجيل هذا خاصة بعمر الصغير الجيل اللي وراه جي أصعب اللي وراه اصلا ما بفيد في تغيير بفيزيولوجي شو هي افضل طريقه للحفاظ على هالتقويم بالعمود الفقري اللي يعني الجاذبيه بتشدنا نزول وكل حركتنا نحن بدنا نتحرك بعكس الجاذبيه مثل ما بيقولوا هو لك هلا حسب شو حسب كيف الواحد كيف بيقعد بالمكتب حسب كيف بيقعد على التي في حسب كيف بيقعد بالبيت كل وحده لها طريقه بس اهم شيء انه نحن نضل قاعدين جالسين يعني الظهر مسنود مخدة كمان صار كمان مخدة ولا شيء فضاحتنا المخدة ورا ظهري هلا هذه الامور اللي هي بتساعد انه يكون جسم مستقيم في لانه عندنا احنا فراغات طبيعيه بالجسم عندنا بالرقبه عندنا بالكعب اسفل الظهر وعندنا ورا الركب وعندنا تحت عند الكواحل هودي يكون على طول ما سبورتد فيهم عبيين اذا قاعد انا ما في شيء سبورت لهالتجويف الطبيعي ورا ظهري هذا راح يحط ضغط عليه اوكي بالقعده بالمشي كمان اليوم مثلا التلاميذ المدرسه حكينا عن الشنط التليفونات اللي كمان كذا مره حكينا عنه بنقعد كل نهار هيك نحن اولادنا هي الوضع غلط ما فينا نستعمله قدما نحكي ما فينا ما نستعمله التليفون صار شيء بارت من حياتنا بس فينا بدنا نحن نمسكه هيك التليفون فينا نمسكه هيك حلوه هالوضعيه اوكي صار انا بقول لهم مش انتم تنزلوا على التليفون خلي التليفون يطلع لعندكم طلعوا اكزاكتلي طلعوا التليفون لعندكم او اذا شيء حط مخده حطها مخده عشان كيف كيف نقعد اليوم واجب على كل ام وبي وخي واخته بيشوفوا افراد عائلتهم كيف قاعدين وينبهون ونفس الشيء على هذا الشخص ينبه الاخرين اوكي امور كثير يعني هي بديهيه هي بديهيه وبسيطه وما تكون عاده سيئه نضلنا عم نشوفها وما عم نلمح exactly. لها وجسمنا هذه الماشين كثير ذكيه بتخبرنا انه في مشكله اذا قاعده غلط بتحسي انه ضهري عم يجعني او مزعوجه okay. هو عم يقول لك جسمك مزعوجه ضبطي قعدتك بلانش جلسي ضهرك عرفتي كيف؟ اجرى اجر ما بتسوى مثلا كروس ليكس اوكي هيك احسن مثلا okay. هيدي بتفتح هيدي بتعمل غيرنا هيك منيح لا بتقطع اليوم لا ما بقدر دكتور
دعوة بالرجي خربطت لهم الكاميرا وما عاد اشوفوا. بعتذر انا، هي حق علي. دكتور بالختام اذا بدك تعطي هيك 4 نو لنرجع لموضوع الكتف وخلع الكتف لكل الاهالي عم يسمعونا، شو النو اكبر نو ممكن تقول لهم اياه؟ اول شيء واكبر نو اللي بنحطه ببيك سيركل، ما تحمل الولد بيد وحده وتنطعوه، حتى بالثاني مش تنطعوه بس تحت اولى هيدا بتاع عن جد بينطعوه. ايه يمكن اصلا بتقول له بنطعك بحطها شيء، ايوه كيك او بيسكو الولد بيجروه او هيدي اليوبر اللي مشحوله الولد، هيدي هي اول نو. ايه يعني اهم شيء ما يشيل الولد بايديه او بيدوب. اوكي الشغله الثانيه اذا الولد عبر عن وجع او شيء اسمعوا له، لانه يمكن معرض الولد اوكي انه يصير عنده هيدي التروما. كمل هيك اسمعوا له وعالجوه، يعني عالجوه وخليه يمارس رياضه الولد وخليه يكون طبيعي، يعني حياته طبيعيه وريبو كيف يقعد كيف كيف يحمل. هلا الامور كلها لازم ناخذ بعين الاعتبار، لانه تغذيه الجسم بالرياضه، عم نحكي عضل عم نحكي عصب عم نحكي مش هيك؟ عضل يعني بلانش هالفتره النمو الولد عم بينمي جسمه عم بيكون جسمه، فكيف بيتكون جارس او طابب راح يخدمه كل حياته. اكيد اكيد. لكن نتمسك باخر فكره، جالس او منحني هيدا رح تاخده كل حياتك. دكتور ابو دهن اهلا وسهلا فيك، لقاء ممتع ومفيد بتصور لكل المشاهدين. مشاهدينا بدوري بودعكم، هيدا هو كان يومنا الجديد عبر شاشه الاو تي في. ان الله راد ملتقيكم بكره مع زملائنا، ضلوا بخير.